عمرك تحس بنفسك انك ممكن باعمالك تتقرب الى الله، تحس بانه صلاتك وصومك وزكاتك الى اخره تقربك الى الله؟ بصراحه هذه الاعمال تقربك من الناس علشان يمدحون ايمانك، علشان تسمع كلمات مثل شوف فلان ما شاء الله عليه يصلي بالمسجد وياخذ سجادته معه لما يسافر لندن، او شوفه هو يصوم ويتصدق الى اخره. لكن صدقني اخويا المشاهد واختي المشاهده، ما في داعي لكل هذه التمثيليات، لان الله هو من ياتي اليك الان ويقول لك اتيت لتكن لهم حياه وليكن لهم افضل.